السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابدأ فيديو النهاردة من السوشيال لايك والاشتراك في القناة وادفع الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة هنلعب لعبة سيكيرو شادو اوف داي توايس، حاجة زي كده، اللي هي اكتر لعبة صعبة في العالم تقريبا على ما اعتقد. الصعوبة فهي يعتبر الاصعب، بس الحاجات دي بالنسبة لي ولا شيء طبعا. زي ما قررت ان انا العبها. عشان تقريبا القصة بتاعتها مش قد كده. إيشين نو كوني توري كارا بعد 20 سنة. آشينا نو كوني وا تمام، ده الشخصية اللي احنا بنلعب بيها. والله الجرافيك حلو، هو لسه ما بيجريش. تمام، معلش بقى. لا القلشة دي رخمة خالص. ايه ده؟ دي مقصودة؟ لا حول ولا طب احنا لسه ما بدأناش يعني، والله يعني بصوا جت كده بس يعني معلش يعني استحملوني يعني. دي يعني وقعة ما تتحسبش، فاهمين يعني؟ دي وقعة ما تتحسبش لأن هي كده وصلنا خلاص للآخر، فاهمين؟ الوقعة اللي تتحسب من أول مبدأ باللي هو المقاتلين دول. طبعا أنا دلوقتي مش معايا سيف، فلازم أستخبى وسط السامع كده. مش عارف أروح فين بصراحة، بس انا كان عندي تخزين قديم، كنت بس ايه بظبط فيه بشوف الاعدادات المناسبه وكده. المفروض تسمع بقى الناس دول ومش عارف ايه عشان تعرف القصه. طبعا احنا مهتمين بالقصه جدا، فهنعدي كل ده. احنا جايين يا باشا نضرب، قصه ايه وبتاع ايه؟ ايوه الله الله يا الله. لا لا والله العظيم ربنا يا عم، انا قلت هدوس مسطره عشان اطلع. انا قلت لو دوست ايه هقع. هو كان مكتوب ما قراتش مش ونبدا من جديد. وطبعا ده مقصود بنسبه 100% زي ما انتم عارفين يعني. عارف ايه ده؟ ماشي تمام، انا اخدت حاجه انا معرفهاش. ونتاسف للمره الثانيه يعني على اللي حصل ده، بس المره دي يعني احنا عرفنا هنمشي منين، فاهمين؟ فهو بسرعه على طول كده. طبعا لو اخدت اي ضربه من اي حد هموت، واكيد هتلاقي ناس معاهم اسهم يعني، مش هتلاقيهم كلهم بسيف. فتجنبا لان احنا نموت. شافني خلاص عديناها، فمش مهم بقى. مش عارف شافني ازاي مع ان انا نينجا ماهر اصلا. تمام، ايه ده؟ انا قلت اقسم بالله مت، وربنا انا قلت مت. حسبنا الله ونعم الوكيل. انتوا قلقتوني قلق ابن
رب بس لو وقعت من هنا ما موتش. هو انا المفروض تقريبا اروح عند اللي هو المكان اللي هناك. بصوا هو يعني انتوا ما تحكموش عليا لان انا ما بلعبش العاب السولز خالص اصلا، انتوا فاهمين يعني. انا واساسا الالعاب اللي انا بلعبها يعني معظم الالعاب اللي انا بلعبها بلعبها على نورمال صعوبة عادية. ايه ده، ايه الواد ده؟ هو ده واد ولا بنت؟ يوكو كيتا كوريتا، بس شكله بنت. هيساشينا اوكاميو تقريبا يعني الشخصية اللي بنلعب بيه اسمه. اومكايني سانجو ايتاشيماشيتا واغا ارجي. يعني احنا بنلعب بشخصية اسمها ديب بس كده يعني. تمام. اوموتي او اجيو كسابي مار. تمام، ادينا ادينا السيف، مش مهم بقى نكمل الباقي طالما هو ادينا السيف. بيقول لنا كلموه هنا اوكاميو كيزو يا كوري. ده دواء هيل. ماشي تمام تمام، خلاص بقى بطل يرغي. ده معلم رغاي الحمد لله هيل. يلا بقى نروح نموت ام الناس دول. خدنا السيف وخدنا ليه، مش عايز اي بتنجان تاني. روح عشان ما ياخدش باله بروح. ان انا اموت دي حاجة حلوة لسبب. ده رجعوا تاني. تمام، اتضربت اتضربت اتضربت.
ناخد بقى الهيل كده. بالنسبة بقى للبوس فاحنا ايه محتاجين ندافع نخليه يضربنا ضربتين. ده انا كده وكده كان لازم ان انا اروح من هنا. طب والله العظيم ما كنت هعرف الموضوع ده، يعني انا كانت جاي معايا كده بالصدفة، وكمان انا كنت بلعبها، انا لعبتها شوية فكنت مسكب اساسا البوس ده. انا لعبتها يعتبر عديت البوس ده لغاية بقى ايه ما نزلت تحت كان في بوس تاني ما لعبتهوش، فاهمني؟ مش عارف، فضلت اتمشى شوية كده لغاية ما لقيت بوس تاني. طب في ايه؟ ما تمسك يا ابني، مش عارف مش عايز يمسك. طب انا مش عارف اعمل ايه بصراحة. هو الحوار ان مفيش اي مكان تاني، شكلي هضطر ان انا امشي من هنا. انا اللي عارفه ان انا لازم اروح هناك، فانا تقريبا كده والله اعلم لازم امشي من هنا. ازاي بقى؟ يا ربي مش عارف، مكان اصلا هنا. طب ما هروح فين برضه؟ ده في مكان هنا. هو ايه اللي مستنيني تحت؟ ده ضفدع. الضفدع بيضرب؟ شكله بيضرب، شكله بيضرب، شكله بيدي سم. هو بصراحة أنا معرفش أنا المفروض أروح فين، بس كده ضفدع تاني يخرب بيت شكلك مش باين. طب أنا أروح فين دلوقتي؟ والله انا ما عارف المفروض اروح فين، بس يعني شكلي المفروض ارجع تاني. طب انا استفدت ايه بقى لما واجهته؟ مفيش اي حاجة هنا. هو لازم اعدي يا جماعه من هنا واروح هناك، فاحنا نعمل ايه؟ استنوا انتوا بس كده معايا يا جماعه بقى، معلش. تمام يا جماعه، انا عرفت ايه، عرفت اوصل للمكان اللي احنا محتاجين نوصله. افضل بقى الف كده لفه حلوه. ماشي، انزل هنا. والله مش محتاجة اصلا، يعني انا ممكن اعمل صفر ده.
تمام. وده بقى هيجي يودينا عند بوس تاني. ده شكله لا جاي معانا. انا قلت الواد مش جاي. تمام يلا بقى بينا نواجه البوس. ساشينا ميكو غير رغي بس ايه ده وقت فين فين يا لهوي ايه ده وانا كنت لسه ايدي منتهى السهولة كده خلاص الايد راحت ماشي هو كده متهيألي هياخد الواد يعني ده اللي انا اعرفه هياخد الواد وانا المفروض اجيب الواد وتركب الراجل ده انقذني وركب لي طرف صناعي انا سامع القصه دي من صاحبي يعني قال لي الملخص فانا مش فاهم その優しい顔の人を見せる。تمام الفيديو كده هيكون خلص هنا يعتبر في اللي هو بقى ايه ممكن نجمع من هنا مش عارف هو في طريق من هنا ولا ايه ما ما تري それがし تلو ايه ده يا عجبا بيرجع تاني ده ما بيموتش وما بيضربنيش معنى كده ان هو تبعنا تمام هنا بيكون الفيديو خلص اتمنى يكون الفيديو كان عجبكم متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد شفتوا اول بوس كان عامل قدامي ازاي يعني ايزي يعني مش عارف ايه في وليا يعني. لو عاوزين ننزل من لعبه تاني اكتبوا لي في التعليقات شوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد مع السلامة بس بقى يا ابني بس